مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم عن ازاي ان احنا نحط ناس في الرندر بتاعنا. دي اسهل طريقة بيزك، ممكن توفر شوية وقت علينا لو احنا مش بنستخدم يعني الفوتوشوب، او لو احنا ما عندناش وقت وعايزين ناخد رندر سريع ونبين بس الفكرة conceptual يعني. والأشخاص دولت الميزة إن هما بيتكيفوا على حسب نوع الرندر اللي عندك، يعني لو أنت بتستخدم فيراي فالناس هيترندروا معاك فيراي، لو أنت بتستخدم كورونا الناس هتترندر معاك كورونا وهكذا. الحقيقة إن إحنا عشان نوصل للناس دولت، الناس دي هي حاجة زي بيلت إن لايبرري جوه ال 3D Max. لو بافتراض ان ده الرندر بتاعي وانا عايز الناس تكون واقفة فوق، دي الكاميرا بتاعتي، والناس تكون واقفة فوق وناس تكون ماشية جوه الارشز ديت وناس هنا في الكورت يارد دوت، هحتاج ان انا اروح على التول بار اللي فوق هنا في 3 دي ماكس بتاعنا، بيبقى فيه حاجة اسمها Populate. انتوا هتلاقوا لما تعملوا بوبيليت هتلاقوا نفس التول بار ده طلع لكم، بس هيبقى فيه اختلاف خطوة زيادة عندكم هتظهر، هي مش عندي دلوقتي، اللي هي الخطوة دي ان انتوا لما تيجوا تعملوا مثلا بافتراض ان انتوا عايزين تعملوا كرييت بوبيليت في الجزئية ديت مثلا، فانا هسلكت كرييت ريكتانجل مثلا. انا لما دوست عليها دلوقتي طلعت لي، لو انتوا شايفين في دايرة فيها نقطة هنا، انتوا ممكن لما تدوسوا عليها هيطلع لكم داونلود بوبيليت، لان هي الديفولت بتاعها لازم يتعمل لها داونلود، بينزل فايل رار، وبعد ما بينزل بتعملوا رايت كليك عليه واكستراكت وبعد كده رن، وهو بيسيت اب اوتوماتيكلي يعني مش بتعملوا حاجة تاني، بس اهم حاجة تكونوا قافلين الماكس ساعتها وتفتحوه تاني، ولو دوست على create idle تاني هيظهر معاكم. طيب اهو دلوقتي انا لما دوست عملت ال create ال idle دوت، عمل لي حاجة زي rectangle زي ما انتم شايفينها، هي واضحة جدا اهي. ال rectangle ده انا مثلا هخليه هرفعه وهيبقى واقف على الارض. الأزرق ده يمثل الميل فيجرز، الرجال اللي هيكون موجودين في الريكتانجل ده، واقفين مثلا في جروبس أو واقفين مع البينك. البينك ده هو بيمثل الفيميل فيجر، انت ممكن تتحكموا في حاجة ديت عن طريق ان انتوا تروحوا الموديفاي وتغيروا طبعا الدنسدي، انك تقللوا الناس او تزودوهم على حسب عايزينهم جروبس، بنقدر نزود نخلي معظم الناس واقفة واقفة جروبس، مثلا عايزين جروب of two people ولا ثلاثة على حسب اللي انتوا برضو بتفكروا فيه في الرندر. مثلا عايزين نزود الفيميلز أكتر نخليها كلها فيميلز، تقدروا تخلوها كلها ميلز وتخلوها في الديفولت بتاعها مثلا في الستاندرد بتاعها. في نفس الوقت ان انتوا تقدروا تغيروا الاورينتيشن، الناس دي باصه ازاي، الناس اللي هم واقفين لوحدهم يعني، مثلا الديفولت ده مثلا باصص كده، انا ممكن اغيره واخليه كلوك وايز او انتي كلوك وايز. تمام، انا ظبطت الشكل دلوقتي، فاضل لي ان انا ادوس حاجه اسمها سيميوليت. السيميوليت دي عبارة عن ايه؟ بتبين الأشخاص. طب أنا قبل ما أدوس سيميوليت أنا عايز الأشخاص عاملين ازاي؟ يعني هل أنا عايزهم التكتشر بتاعهم يعني شكلهم بشر، ويعني لون الجلد بتاعهم، واللي لابس مثلا قميص أزرق واللي لابس جزمة سوداء وكده، ولا مثلا أنا عايزهم عبارة عن زي العصيان كده محطوطة؟ الصراحة كذا أوبشن موجودين، أنت ممكن تجربوهم يعني احنا، أو احنا ممكن نجربهم سوا. يعني خلينا نبتدي بأول واحد اللي هو الستيك فيجرز. لو دوسنا عليه ودوسنا سيميوليت هو نزلهم هي قامت بس على شكل عصيان، وأنا لو دوست الانتراكتيف ريندر بتاعي
طيب خلينا ان احنا ما نعملش ستيك، خليهم تكستشرد ونعمل سيميليت تاني. لما دسنا السيميليت تاني وغيرنا ان هي بقت تكستشرد، تقدروا تشوف مثلا التفاصيل بقت اوضح شوية، حركة الشخص ووقفته وهو بيتكلم، اللي ماسك تليفون، يعني بيحاولوا ان هم يبينوا ان في اي حاجة مختلفة شوية. ده يا جماعة بيلت ان لايبرري في الماكس، بس لازم تعملوا لها داونلود الاول عن طريق الماكس جوه. لو عملنا دلوقتي انتراكتيف ريندر هنا اهو، الناس ظهرت اهيت، تقدروا تشوفوهم وليهم الظل بتاعهم كمان، الظل بتاعهم موجود. فدلوقتي لو رجعنا للكاميرا بتاعتنا تاني هتلاقوا ان الناس واقفة بتتكلم تمام جدا. طب لو في مثلا شخص انا مش عايزه في الكاميرا ديت، يعني بافتراض مثلا الشخص ده انا عايز اخفيه من الفيو دوت لانه واقف ما بيعملش حاجة، بدوس عليه وباجي فوق هنا على التول بار دوت وادوس ديليت سيلكتد، فلما ادوس ديليت سيلكتد الشخص اتشال، وهكذا. بافتراض مثلا الشخص اللي واقف دوت مثلا شكله مثلا غريب، مثلا ده الست ديت مثلا، هعمل نفس الكلام، هعمل ديليت سيلكتد، عايز اخف شوية الناس راندوم دي، هسلكت كذا واحد كده واعمل لهم ديليت سيلكتد. طيب انا دلوقتي عملت الجزء اللي تحت دلوقتي هنا، عايز اطلع في الدور اللي فوق دوت واعمل حد كان معدي وحد كان واقف بيتفرج. هعمل نفس الكلام، هاجي تاني هنا كده واعمل كرييت تاني ريكتانجل، واسلكت الشكل بتاعي وارسم عليه الريكتانجل دوت. لا بص يا جماعة، ما ينفعش افضل ماشي كده وادوس خلاص وادوس كرييت مش هلاقي ناس، طبيعي لان انا ما لقيتش اللي هو الميل او الفيميل فيجر بتوعي، فانا اقعد اسهل الدنيا لحد لما الاقيهم بدأوا يظهروا. فممكن انا مثلا اخليه كده ماشي، واغير السنجل بدل يبقى جروبس، يبقى مثلا 3 اشخاص اهمت، وتاني انا ممكن امسحهم لما بعد ما اعمل سيميليت، مش لازم يعني احاول اخليهم واحد باي طريقه في اللي هنا. واغير الاورينتيشن لان انا عايز الشخص اللي في النص هو يكون باصص كان كده، او على الاقل في حد كانه ماشي اتجاه رايح واتجاه اللي جاي وحد باصص. خلاص خلصنا، ادوس سيميليت، الاشخاص ظهروا تاني اهمت. لو رجعت على الكاميرا بتاعتي اه دلوقتي اهمت موجودين، والهاند ريل مخبيهم ومش واضحين وباين. يعني دلوقتي انا لو حبيت ان انا اعمل تاني انتراكتيف ريندر بتاعي، ظهروا معايا همت الناس اللي فوق، وبقى كأن في شوية حركة في الريندر بتاعي، بدل ما اسلم ريندر لصورة فاضية وانا ما عنديش وقت ان انا احط فوتوشوب اشخاص. يعني هو مش بيقدم 100% رياليستيك بيبول، يعني اشخاص مش 100% رياليستيك، بس الرندرز اللي من بعيد اللي بتبقى مش واضح فيها شكلهم الصراحة بتبقى مفيدة جدا وبتنجز وقت كتير قوي. احنا ممكن نغير، نحاول نغير أشكالهم ونشوف الأشكال بتاعتهم ممكن نغيرها. هندوس delete people كلهم ونخليها custom skin، هندوس simulate custom skin ديت. هما بيطلعوا عاملين زي التماثيل شوية، لو انتوا مثلا بتفكروا ان انتوا تقدموهم بحيث ان هم ما يبقاش التركيز عليهم وان هم يشيلوا التركيز من الرندر بتاعكم، فعملتوهم يعني كاستم
كاستم سكن، ممكن انتوا تحطوا عليهم ماتيريال، ممكن انتوا تسيبوهم كده يعني زي التماثيل كده، بحيث ان هما ما يخفوش الرندر، لان يعني انتوا لو خدتوا بالكم بقى في فرق واضح جدا. يعني ممكن نجرب اخر حاجة اللي هو الستيك فيجر ديت، هما بس واضح ان هي التخانة بتاعتهم ضعيفة، فعشان كده مش واضحين. هو فعلا الثيكنس بتاعهم قليل قوي لدرجة ان هم مش واضحين اصلا. بس يعني خلينا نرجع تاني للفكرة بتاعتنا اللي هو التكستشر سكان ويندوز سيميليت لحد لما يظهروا معانا، وفي الاخر بيبقوا واضحين في الرندر بتاعي. هم كلهم بيبقوا متحكمين يعني بالديليت سيميليت او ديليت سيميليشن او سيميليت ان انت بتظهرهم بيها. وبكده تقدر ان انت تحط اشخاص في الرندر بتاعك، وبالتوفيق ان شاء الله.